السلام عليكم طلابنا، يعطيكم العافية. Today in our lecture we need to talk about a different type of comparison in which we need to compare between just one item with the rest members of its own category. So in such a case we have to derive a superlative adjective, not a comparative adjective. So let's now deal with the rules for deriving a superlative adjective. So starting with the first rule, which talks about the adjectives containing only one syllable. طلابنا إذا بمحاضرتنا اليوم بدنا إحنا هلأ نعمل أو نتعامل مع نوع آخر أو نوعية جديدة من المقارنة، اللي هي المقارنة اللي بدي أنا أستخدمها حتى أقارن بين شيء واحد وباقي أعضاء مجموعته. معناها الصفة اللي أنا بدي أستخدمها حتى أقارنها بين هذا الشيء وباقي أعضاء مجموعته اسمها superlative adjective وليس الكمباريتيف adjective اللي كنا ناخدها أو درسناها سابقا، بس كنت أستخدمها حتى أقارن بين شيئين أو شخصين، صح؟ إذا هلا إحنا بدنا ندرس السوبرلاتيف أدجكتيف وليس الكمباريتيف أدجكتيف. السوبرلاتيف أدجكتيف من اسمها سوبر، يعني أنا بدي أركز على شيء معين وأقارنه مع باقي أعضاء مجموعته وأأكد إنه هذا الشيء هو عبارة عن سوبر فيما يتعلق في هاي الصفة اللي استخدمتها أنا في الجملة. إذا هلا خلينا ندرس هلا قواعد اشتقاق السوبرلاتيف أدجكتيف، وكالعادة حنبدأ بالقاعدة الأولى اللي بتتحدث عن الصفات ذات المقطع الواحد. باختصار طلابنا، طبعا لانه احنا تعرضنا لهي النوعيه من الصفات سابقا، طلابنا الصفه اللي هي تتكون من مقطع واحد عاده انا بضيف لها اللي هي الاي اس تي، وطبعا الصفه بعد ما ينضاف لها الاي اس تي اكيد لانها سوبرلاتيف ادجكتيف لازم استخدم معها الارتكل ده. يعني فور اكزامبل ذا ادجكتيف تول، الصفه اللي هي تول طويل، هي عبارة عن صفة من مقطع واحد، إذا فورا بضيف لها الإي إس تي وما بنسى أستخدم معها الأرتيكل ذا، بتصير عندنا the tallest as in this example. Let's read the example. My sister is the tallest in our family. شايفين مقارنة هون في هاي الجملة؟ أنا مش عم بقارن بين أختي وفتاة أخرى، لا، المقارنة هون بين أختي من جهة معينة وباقي أعضاء العائلة من جهة أخرى. إذا عم بقارن شخص واحد بباقي أعضاء مجموعته. إذا أنا هون الصفة بدي أحولها لسوبرلاتيف أدجكتيف وليس لكمباريتيف أدجكتيف، معناه بدي أنسى الإي آر ذان لأنه هذا كمباريتيف أدجكتيف، بدي أركز على قواعد اشتقاق السوبرلاتيف أدجكتيف. فالصفة اللي أنا مستخدمتها في هاي التركيبة اللي هي صفة تول، كونها صفة تتكون من مقطع واحد إذا بدي أضيف لها الإي إس تي وما أنسى أستخدم الأرتيكل ذا، فبتصير My sister is the tallest in our family، أطول شخص في العائلة. طبعا الصفات ذات المقطع الواحد اكيد في ملاحظتين زي ما احنا ناقشناهم سابقا مع الكمباريتيف ادجكتيفز. يعني مثلا الصفه ذات المقطع الواحد ممكن انها تنتهي ب only one vowel followed by only one consonant. يعني اذا هاي الصفه ذات المقطع الواحد انتهت بحرف علي واحد اللي هو عباره عن vowel واحد اللي هم حروف خمسه درسناهم سابقا اللي هي الاو والاي واليو والاي والاي. فإذا هاي الصفة انتهت بحرف علي واحد وإجا وراها حرف صحيح واحد consonant واحد، شو هي الحروف الصحيحة؟ هو أي حرف آخر غير حروف العلة الخمسة. فإذا انتهت هاي الصفة ذات المقطع الواحد في حرف علي واحد وإجا وراها حرف صحيح واحد، معناها قبل ما أضيف الـ EST لازم أعمل doubling for the last letter then adding the EST. إذا لازم أنا أعمل مضاعف للحرف الأخير بهاي الصفة بعدين أضيف الـ EST، وأكيد ما رح ننسى استخدام الأرتيكل ذا، بتصير الصفة the biggest with a double G يعني أكبر شيء. نفس الشيء الصفة fat، fat اللي هو سمين، طبعا هي عبارة عن صفة ذات المقطع الواحد ولكن انتهت بحرف اللي واحد اللي هو الـ A بالإضافة لحرف صحيح واحد اللي هو T، معناها بدي أعمل دابلينج لحرف الـ T بعدين أضيف الـ EST وما أنسى استخدام الأرتيكل ذا، فبتصير الصفة the fattest. نفس الشيء اللي هو hot حامي أو ساخن، عبارة عن صفة ذات مقطع واحد لكن انتهت بحرف اللي واحد اللي هو الـ O بالإضافة لحرف صحيح واحد اللي هو T، إذا بدي أعمل دابلينج for the letter T بدي أعمل المضاعف للحرف T بعدين أضيف الـ EST وأكيد ما بدي أنسى استخدام الأرتيكل ذا، فبتصير the hottest. نشوف الإكزامبل عندنا. My house is the biggest one in the neighborhood. يعني بيتي هو أكبر بيت في الحي.
إذن هون المقارنة كانت بين بيتي من جهة معينة وبين باقي البيوت الموجودة في الحي. إذن هون أنا بدي أشتق superlative adjective وليس comparative adjective. كيف بدي أشتق superlative adjective؟ شو هي الصفة اللي استخدمتها للمقارنة؟ اللي هي صفة الكبر اللي هو big. هلا هاي الصفة قبل ما أضيف لها est بدي أنتبه على آخرها. كون انتهت بحرف اللي واحد وحرف صحيح واحد، اذا بدي اضاعف الحرف الاخير اللي هو جي، بعدين اضيف الاي اس تي، واكيد ما راح انسى استخدام الارتكل ذا، فبدي يصير ذا بيجست. واضح؟ برضو في عندنا ملاحظه ثانيه فيما يتعلق بالصفه ذات المقطع الواحد. بقول لك اذا هاي الصفه انتهت باي، شو بدي اعمل معها حتى احولها لا سوبرلاتيف ادجكتيف؟ بقول لك فقط اضيف لها الاس تي، ما راح ارد اضيف لها اي اس تي. ليه؟ لأنه الـ E already existed in the adjective. So no need for adding another E with the ST for this adjective. يعني بقول لك كونه إنه هاي الصفة فيها E already موجودة أصلية في الصفة، معناها مش داعي أرد أضيف لها E بعدين ST. خلص بنضاف فقط الـ ST لهاي الصفة، وأكيد ما رح ننسى استخدام الارتكل ده. واضح؟ يعني مثلا زي الصفة close قريب. هاي الصفة عبارة عن مقطع واحد لكن انتهت بـ E. إذا فقط بنضاف لها الـ ST بالإضافة إلى إنه نستخدم الـ article ذا معها، بتصير ذا closest أقرب شخص أو أقرب شيء. huge ضخم انتهت بـ. إذا بضيف لها فقط الـ ST بالإضافة إلى استخدام الـ article ذا، بتصير ذا hugest يعني أكثر شيء ضخامة أو ضخما. strange غريب انتهت بـ E، معناها بدي أضيف لها فقط الـ ST وأضيف الـ article ذا معها، بتصير ذا strangest يعني أكثر شيء غرابة. wise حكيم هي صفة ذات مقطع واحد ولكن انتهت بـ E. إذا شو بدنا نعمل؟ إذا فقط بدي أضيفها للـ ST بالإضافة لاستخدام الـ article ذا، فبصير the wisest يعني أكثر شخصا حكيما، أكثر شخصا حكمة. واضح؟ إذا هاي القاعدة اللي بتتحدث عن الصفات ذات المقطع الواحد. إذا in general طلابنا any adjective consisting of only one syllable you have to add just EST to this adjective plus adding the article the for the superlative adjective. But if this adjective which consists of only one syllable ends with letter E, you have to add just ST for this adjective plus using the article the. But when this adjective containing only one syllable ends with only one vowel followed by only one consonant, here you have to double the last letter of this adjective. Then you have to add est to this adjective plus using the article the. إذا هاي هي القاعدة الأولى اللي إلها علاقة بالصفات ذات المقطع الواحد. إذا دائما دائما بدك تعمل شو لهاي الصفة؟ فقط بضيف لها الـ est بالإضافة لاستخدام الـ article the معها، لكن بدي أنتبه عليها إنه إذا انتهت بحرف إلا واحد، إجا وراء حرف صحيح واحد، ضاعف الحرف الأخير قبل ما تضيف الـ est بالإضافة لاستخدام الـ article the. أما إذا هاي الصفة ذات المقطع الواحد انتهت بـ E، إذا فقط بضيف الـ ST فقط إلها لأنه الـ E already موجودة بالإضافة لاستخدام الـ article ذا. Now let's deal with the adjectives ending with Y. ننتبه هلا على الصفات اللي بتنتهي بـ Y. طبعا طلابنا اي صفه بتنتهي بواي بغض النظر عن عدد مقاطع هاي الصفه، يعني سواء كانت تتكون من مقطعين، من مقطع واحد، من ثلاث مقاطع، ما بيهمنا هذا الحكي. Once this adjective ends with y, you need to switch the letter y into i, then you have to add est for the adjective plus using the article the. يعني اي صفه بتنتهي بواي بغض النظر عن عدد مقاطع هاي الصفه طلابنا، إذا مباشرة بقلب الـ Y لـ I وبضيف الـ EST، وأكيد ما رح أنسى استخدام الـ article ده. يعني مثلا زي الصفة noisy هي عبارة عن صفة تنتهي بـ Y، إذا قلبت الـ Y لـ I وضفت الـ EST، وأكيد كمان ضفت أنا الـ article ده، صارت the noisiest يعني أكثر شخصا إزعاجا أو أكثر شخص مزعج. busy مشغول، إذا هي صفة تنتهي بـ Y، قلبت الـ Y لـ I بعدين ضفت الـ EST بالإضافة لاستخدام الـ article ده، صار the busiest يعني أكثر شخصا مشغول. شايفين؟ يعني مثلا noisy صفة من مقطعين، busy برضو صفة من مقطعين، بس أنا بالنهاية ما بهتم لعدد المقاطع، أنا بإلي بالنهاية كونه انتهت بـ Y خلص اقلب الـ Y لـ I وضيف الـ EST واستخدم الـ article ده معها. نشوف عندنا هون
The richest people are not always the happiest ones in the world. طبعا هنا المقارنة بين الناس الأغنياء من جهة وباقي البشر الموجودين في العالم. إذا هون عم بقارن بين شيء وباقي أعضاء المجموعة. إذا هون أنا بدي أشتق superlative adjective، والصفة اللي استخدمتها في هاي النوعية من المقارنة هي صفة happy. happy سعيد. إذا هي صفة تنتهي ب y. إذا فورا قلبت ال y ل i وضفت ال est، وأكيد ما نسيت استخدام الارتكل ده. فالناس الأغنياء أكيد مش دائما هم أسعد البشر في العالم. نيجي على اللي هو the following example. Which do you think is the easiest language to learn؟ يعني شو اللي برأيك أسهل اللغة للتعلم؟ إذا أنا عم بقارن باللغة معينة وباقي اللغات العالمية أو باقي اللغات الموجودة في العالم. بقارن بين شيء وباقي أعضاء المجموعة. والصفة اللي استخدمتها لهاي النوعية من المقارنة اللي هي صفة easy، سهل. هاي الصفة تنتهي بـ y، معناتها فورا قلبت الـ y لـ i وضفت الـ est بالإضافة لاستخدام الارتكل ده، the easiest. هلأ نتعامل مع الصفات اللي بتتكون من مقطعين. طلابنا الصفات بتتكون من مقطعين، يعني بإمكاني أنا أستخدم طريقتين معهم واثنيناتهم صح في الامتحان. نيجي مثلا على الجزء الثاني الموجود عندي هون اللي تتعلق بالصفات ذات المقطعين. يعني مثلا simple صفة تتكون من مقطعين، شو يعني simple؟ بسيط. clever صفة تتكون من مقطعين، clever يعني ذكي. narrow narrow صفة تتكون من مقطعين يعني ضيق. هاي النوعية من الصفات، أو مثلا زي gentle، gentle صفة تتكون من مقطعين. شو يعني gentle؟ يعني لبق، لبق شخصا لبق نبيل. نفس الشيء صفة quiet، quiet عبارة عن صفة من مقطعين، هادئ صح؟ هاي الصفات طلابنا بتمثل 90% من الصفات ذات المقطعين. أنا بقدر أتعامل مع هاي النوعية من الصفات بطريقتين، يا إما هاي الصفة بضيف لها est مباشرة وبستخدم معها الارتكل ذا، فبصير عندي the cleverest أو the gentlest أو the quietest، يا إما مثلا the simplest صح؟ فبقدر أستخدم هاي الطريقة، أو the narrowest، يعني بقدر إني أضيف مباشرة الـ est لهاي الصفة وأستخدم محل الارتكل ده. هاي الطريقة صح 100%. والطريقة الثانية برضو صح. شو الطريقة الثانية، الابروتش الثاني؟ إنه هاي الصفة ما تضيف لها est ولكن نضيف لها expression معين يدل على superlative adjective. شو هم الاكسبريشنز اللي بيدلوا على السوبرلاتيف ادجكتيف طلابنا؟ اللي هم يا اما كلمه most يا اما كلمه least. طبعا most بقدر استخدمها اذا بدي ادل على الزياده، وليست بقدر استخدمها اذا بدي ادل على النقصان، لكن اثنيناتهم صح في الامتحان. most هي عباره عن سوبرلاتيف او تدل على السوبرلاتيف ادجكتيف، وزيها بالمثل اللي هي least. least برضه تدل على superlative adjective، لكن فقط الفرق الوحيد بيناتهم اللي هو المعنى. إذا حبيت تعطي معنى الزيادة بستخدم most، إذا حبيت تعطي معنى النقصان بستخدم least. إذا الطريقة الثانية للتعامل مع الصفات ذات المقطعين إنك ما تضيف لها est ولكن ضيف لها كلمة most أو ضيف لها كلمة least، وأكيد برضه لازم أستخدم الارتكل ذا معها. يعني مثلا simple بدل ما أحكي the simplest، في طريقة تانية إني أخلي simple زي ما هي ما أضيف الـ est ولكن أضيف معها كلمة most أو least، فبيصير عندنا the most simple أو the least simple، هي موجودة عندنا هون. إذا شو هم الطريقتين؟ يا إما أحكي the simplest هاي الطريقة الأولى، أو الطريقة الثانية ضيفي most أو least. أنا هون مش كاتب least ولكن ما ينطبق على most طلابنا أكيد حينطبق على least، فبحكي the most simple أو the least simple. إذا حطيت the most simple يعني أكثر شيء سهولة أو بساطة فأعطيت معنى زيادة، بصير أحكي the least simple. إذا هون بصير أقل الأشياء بساطة أو أقل الأشياء سهولة، فإذا الموست أعطت الأكثر سهولة، الليست أعطت الأقل سهولة. إذا الفرق بين الموست والليست المعنى فقط، لكن اثنيناتهم صح كتركيبة superlative adjective. واضح؟ إذا يا بخلي simple اللي هي الصفة نفسها كما هي من دون إضافة الـ est وبضيف الموست أو الليست مع الارتكل ذا، يا إما صفة بدخل عليها الـ est من دون استخدام الموست والليست وبستخدم الارتكل ذا معها. نفس الشيء عندنا the quiet. عندنا هون quiet، quiet اللي هو هادئ،
يعني بحكي the quietest يعني أكثر شيء هدوءاً، فدخلت هنا الـ EST مباشرة عليها واستخدمت الـ article ذا، يا إما بخلي هاي الصفة كما هي وبضيف عليها الـ expression most or least، فبصير عنا the most quiet يعني أكثر شيء هدوءاً، أو the least quiet يعني أقل شيء هدوءاً. نفس الشيء عنا gentle عبارة عن صفة ذات المقطعين. كطريقة أولى بصير أحكي the gentlest يعني أكثر الأشخاص نبالة، أو بصير أخلي gentle كما هي وأضيف عليها most or least، فتصير the most gentle أو the least gentle يعني أكثر الأشخاص لباقة أو أقل الأشخاص لباقة. عندنا clever عبارة عن صفة ذات المقطعين، برضو clever يعني ذكي، بصير أحكي the cleverest يعني ضفت لها الـ EST، أو بصير أحكي the most clever أو the least clever يعني أكثر الأشخاص ذكاء أو أقل الأشخاص ذكاء. واضح طلابنا؟ هيك أنا بتعامل مع الصفات ذات المقطعين في الامتحان، الطريقتين صح. يعني بالامتحان حنجيب لك واحدة منهم، يا إما حنجيب لك صورة الـ EST معها مع استخدام الـ article ذا، يا إما حنجيب لك اللي هو استخدام الـ most أو الـ least معها من دون الـ EST بالإضافة لاستخدام الـ article ذا. ولكن ما رح نجيب لك الخيارين في الامتحان إلا إذا جبنا لك خيار ثالث يجمع الشكلين، يعني خيار ثالث يجمع A and B بحيث إنه A فيها الـ EST وB فيها most أو least، واضح؟ لكن ما بقدر على نفس الصفة إني أدخل EST وأدخل most أو least at the same time for the same adjective، ممنوع هذا الحكي. يا إما بتحطي معها EST فقط مع الـ article ذا، يا إما بتدخلي معها the most أو the least من دون استخدام الـ EST، واضح؟ ولكن طلابنا في 10% من الصفات ذات المقطعين ما بزبط إني أدخل عليها الـ EST للأسف. طبعا هاي الصفات محدودة وبتشكل فقط 10% من الصفات ذات المقطعين. طبعا هذا الاشي ما راح نجيب لك اياه بالامتحان الا اذا جبنا لك صفة احنا اوريدي ناقشناها في الشرح او اوريدي حليناها من ضمن التمارين الموجودة في الكتاب اللانجويج بوك او الكتاب البراكتس بوك. هون طبعا احنا بنكون مركزين عليها مع طلابنا وبنكون احنا فاهمين طلابنا انه هاي عبارة عن صفة ذات المقطعين، ولكن من الحالات النادرة من الحالات اللي بتشكل 10% التي لا تقبل الـ EST، فإحنا مضطرين نتعامل معها بأبروتش معين اللي هو إضافة الـ most أو الـ least فقط معها. طبعاً من ضمن هاي الصفات اللي هي صفات careful، من ضمن هاي الصفات اللي هي صفات careful صفة ذات المقطعين، ولكن ما بقدر أتعامل معها بالطريقتين. ما بقدر أحكي the carefulest يعني ما بقدر أضيف لها الـ EST أبداً، فهاي الصفة ذات المقطعين اللي بتشكل 10% فهي الصفة فقط ما بقدر أتعامل معها بالsuperlative adjective إلا من خلال إضافة الـ most or least بالإضافة للارتكل ذا، فبصير أحكي the most careful أو the least careful. ولكن بالعادة هاي الصفات ما بتيجي عندنا بالامتحان، يعني بالعادة صفات ذات المقطعين بصير أتعامل معها بالطريقتين زي ما إحنا علمناكم في الجزء الثاني هون، واضح؟ أما إذا إجتك careful طالما إحنا حليناها أو شرحناها بخلال الدرس أو مثلا إجانا واحدة زيها بالتمارين، لا بدك تكون مطالب فيها بالامتحان وتعرف وتميز إنه ما بزبط الـ EST معها، بدك تكون حافظ إنه ما بزبط إلا the most or the least معها، واضح؟ يعني نقرأ الـ examples على الصفات ذات المقطعين. My sister is the most careful member in the family or my sister is the least careful member in the family. يعني أنا عم بقارن بين أختي وباقي أعضاء العائلة. إذا هون بدي أشتغل superlative adjective، والصفة اللي استخدمتها للمقارنة هي صفة careful اللي هو حذر. فأنا حكيت يا إما the most careful يعني أكثر شخصا حذرا، أو اللي هو the least careful اللي هو أقل الأشخاص حذرا عندنا في العائلة. نفس الشيء عندنا هون examples. خولة my best friend is the cleverest student in our college campus، أو بصير أحكي خولة my best friend is the most clever student in our college campus، أو بصير أحكي خولة my best friend is the least clever student in our college campus. يعني بصير كل الطرق، بصير أضيف الـ EST وبصير أستخدم الـ most وبرضو بصير أستخدم الـ least. طبعا أنا هون ما حطيت الليست، ولكن أنا شارحت للطلاب وأنا متوقع أن الطلاب ضمنا ما ينطبق على الموس أكيد حينطبق على الليست. إذا في ثلاث أشكال صار عندنا، يا إما الـ EST يا إما استخدمت الموس أو الليست، لكن بالأشكال الثلاثة لازم تستخدم الأرتكل ذا معها. إذا خولة اللي هي أعز صديقاتي هي أكثر شخصا ذكاء في الحرم الجامعي، أو اللي هي the most clever اللي هي أكثر الطلاب ذكاء في الحرم الجامعي، ولو حكيت the least clever يعني أقل الطلاب ذكاء في الحرم الجامعي. إذا بقارن بين خولة وباقي الطلاب في الحرم الجامعي. Of all the dogs in the world, English mastiffs are the gentlest.
or the most gentle. يعني أنا عم بقارن بين بريد معين، نسل معين من الكلاب اللي هو اسمه الإنجليش ماسيفز، وبين الفصائل الأخرى للكلاب اللي موجودة في العالم. إذا بين شيء معين وباقي الفصائل الموجودة في العالم، إذا هون أنا بدي أشتق superlative adjective وليس comparative adjective. والصفة اللي استخدمتها في هاي المقارنة اللي هي صفة gentle، يعني صفة ذات المقطعين. فأنا بالامتحان كونها صفة ذات المقطعين، إذا بدي أعاملها كأني بعامل 90% من هاي النوعية من الصفات. في عندي اللي هو ثلاث طرق، اللي هو طريقتين. طريقة إني أضيف الـ EST اللي هي the gentlest، أو إنه أستخدم الـ most أو الـ least. يعني ثلاث أشكال بده يصير عندي. the most gentle يعني أكثر الفصائل أو أكثر النوعية لباقة، أو اللي هو the least gentle يعني أقل الفصائل نوعية من لباقة من الكلاب. إذا ها هي قاعدة الصفات ذات المقطعين. ننتقل على الصفات ذات ايش اللي هو ثلاث مقاطع طلابنا.